كلمة بهذه المناسبة يقدمها سعادة الدكتور يحيى صالح الدحام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادة الدكتور خالد بن سعد الزهراني عميد الكلية، سعادة الأفاضل وكلاء الكلية، سعادة المكرمون رؤساء الأقسام وسعادة أعضاء هيئة التدريس ومنتسب الكلية، احتفائيا لأبنائنا الطلاب، كل هذه المجموعات تأتي خدمة للعلم ومنهم أبنائنا الطلاب، حفظكم الله جميعا وعافاكم في كل وقت بهذه الذكرى العابرة. عاش على أرضها وأكل من خيراتها وشرب من زلال مائها، وتعلم أبناؤه في مدارسها وجامعاتها. هذا هو محدثكم، يتكلم الفؤاد والقلب قبل الفم، وينطق الوجدان قبل اللسان. أصالة عن نفسي، تغمرني السعادة محبوسا بالشرف أن أقف أمام هذه الوجود الكريمة في كلمة صادقة، ونيابة عن زملائي سعادة أعضاء هيئة التدريس من المتعاقدين بالكلية. نهنئ ونبارك للقيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، ورموز الدولة وقيادتها الأفاضل الكرماء، ومشاركين بمشاعر الصدق والفخر لما وصلت إليه هذه المملكة العظيمة، المملكة العربية السعودية، من رفعة ورقي. 92 عاما أضلت من زاوية الزمن ذكرى اليوم الوطني، ذلك اليوم الذي جمع في ثناياه الشموخ والعز والرقي. هذه المناسبة تعتبر عرس وطني قومي كبير، فيها تعم الأفراح وتنتشر الفعاليات التي تبرز بحق ذلك المجد وذلك السمو الذي يتحقق ويستمر في التحقق على هذه الأرض. إن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يدعو للفخر بهذا الوطن وبأبنائه الذين رفعوه بسلم المجد لينافس أفضل البلدان على مختلف الأصعدة وفي شتى مجالات الحياة، ومن على هذا الصرح العلمي كلية العلوم والآداب بالمملكة. يشارك الحاضرون بفعالياتهم الممزوجة بثنائية العلم والثناء، العلم كتخصص والثناء حق لهذا الوطن. 92 عاما، عام يأتي وعام مضى، وكل عام يخلد حب الوطن، وطن التوحيد محاطا بحماية الله الواحد الأحد. إن العيد الوطني ليس يوما عاديا يمر مرورا عابرا، بل إنه يوم يعود إلى الأذهان. كل من لبست قدماه هذه الأرض يلمس التضحيات الجليلة التي بذلت من أجل التوحيد، توحيد كلمة الله وتصفيتها من الشوائب والخرافات، ثم توحيد الأرض. فبتوحيد الله سبحانه وتعالى يستمد العون في توحيد الأرض المملكة العربية السعودية، وعليها تتجلى حياة كريمة على أرض مفعمة بالكرم. 92 عاما من المجد والرخاء والتطور، وأهمها الأمن والأمان. ستبكى شامخا أيها الوطن، دمت يا أرض الحرمين المملكة العربية السعودية، كل عام والمملكة تعاني السماء مجدا
وقطار السحاب فخرا. إن العيد الوطني هو العيد الذي يصل إلى قلوب السعوديين قبل مساكين، فأسأل الله العظيم أن يدين المحبة في قلوبكم يا أبناء المملكة العربية السعودية، وأن يعيد عليكم عيدكم الوطني وأنتم في خير حال. دامت المملكة العربية السعودية بقيادة رشيدة في أمن وفخر وعزة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.